50 عارضا يسوقون ويعرضون منتوجات واسعة الاستهلاك بقصر المعارض بالصنوبر البحري ضمن فعاليات تظاهرة رمضان في القصر، والتي تشهد عمليات بيع مباشر لمختلف المنتجات طوال شهر رمضان المبارك. البردوي تاعي او درت له تخفيضات مليح كاع، كما كانت 200 الف راهي 160 الف، 40 الف نقصتها في الحاجه. والتمر عندنا كاين 65، عندنا الزيتون تراديسيونال ثاني البريم مليح، لي بري معقول على مستوى هذا المعرض. لي بري هنا اللي رانا دايرينهم هنايا بري دوزين نتنافسوا مع اللي عندهم لي ديتيرجون. الطبعة الثالثة من هذا المعرض السنوي جذب آلاف المواطنين في ظل الأسعار التنافسية التي يقترحها وفرة المنتوجات المعروضة، كما أنه يسمح باكتشاف بعض المنتجات المطروحة حديثا في السوق. Ça mérite le déplacement. Au moins, راكم في الفائدة تستفادوا. Il y a beaucoup de promotions, il y a beaucoup de عرض عروض مغرية. Donc, كلهم تفضلوا. Voilà, روحوا. أنا كنت قد هداوي نجيت ودوك أنا حنقضي ونعاود نروح. Parce que شفت لي بخي une grande différence, une nette différence بين برا وهنايا. هنا صافا بارابور راهم موان شاق. Parce que كي تخرج برا تلقاهم أكثر بزاف، سورتو رمضان راهم يزيدوا في الأسعار. كيما الديول كاين، كيما التمر كيما الزيتون كيما الفرامج كاين، ميم دوزان تاع الكاطو كاين، سميد كاين، الفارين اللي كانوا يقولوا ماكاش، ميم الزيت صافا الحاله مليحه. مثل هذه المساحات التجاريه فرصه سانحه للتجار قصد الترويج لمنتوجاتهم طيله الشهر الفضيل من خلال البيع التخفيضي والتقرب من المستهلك الذي يسعى لاقتناء مستلزماته باسعار تفاضليه ومعقوله.